بيض السمان. لقد ذكر السمان في القرآن الكريم 3 مرات، وهو السلوى أو ما يقال له الفري، وذلك لما له من طعم فريد وفوائد عظيمة. بيض السمان على الرغم من أن بيضه صغير، إلا أن الفوائد فيه والقيمة الغذائية تفوق بيض الدجاج 3 مرات. وقد كان الصينيون منذ آلاف السنين يستخدمون بيض السمان لعلاج الكثير من الأمراض، منها الربو والتهاب الأنف والسعال التشنجي، وكذلك للأمراض الجلدية كالأكزيما والصدفية. ولأن بيض السمان يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، فإن المداومة عليه بشكل منتظم يؤدي إلى علاج الكثير من الأمراض والمشاكل، فهو علاج قوي لقرحة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي، ويقوي المناعة ويزيد نشاط الدماغ، ومفيد للجهاز العصبي، كما يساعد في علاج فقر الدم، ويساعد أيضا في منع وإزالة حصى المرارة والكلى. ويعد بيض السمان للرجل مقوي للجنس، وبالنسبة للمرأة فهو يحسن لون البشرة ويغذي شعرها. ملحوظة: أكل البيض مسلوق بالماء المغلي أقوى صحيا من البيض المقلي، وينصح بأكل من 3 إلى 5 من البيض يوميا، وهكذا بالشفاء والهناء والعافية. Thank you.